خذ راحتك انت. لا خلني بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً. وبعد، فيطيب لي في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك أن ألتقي بكم ضمن لقاءاتي التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية، فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية، وهي عبارة عن محاضرات، سلسلة من المحاضرات ضمن برنامج حرماً آمنة. فبادئ ذي بدء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل للقائمين على فرع الوزارة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في جهودهم وأن يكلل المساعي بالنجاح والفوز وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وبعد، فعنوان الكلمة أو المحاضرة هي عن هذا المسجد الكريم وعن هذا المسجد العظيم، مسجد قباء. ما ورد فيه من فضائل وما تعلق به من خصائص وأحكام يتخلل ذلك أيضاً طرفاً من سيرتي وتاريخ هذا المسجد المبارك. ولا ريب أن المساجد بيوت الله، وهي أحب البلاد إلى الله، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله المساجد. والمساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآية. ولا ريب أن المساجد لها مكانتها ولها حرمتها ولها فضائلها، ومن أفضل المساجد في المدينة النبوية بعد المسجد النبوي مسجد قباء، فهو ثاني المساجد الفاضلة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من المآثر والفضائل ما سنذكره إن شاء الله. فحري بالمسلم أن يعرف فضل هذا المسجد ليعظم مكانته وليستثمر وقته فيما يعود عليه بالنفع والخير العظيم. ولذلك فإن حديثنا سيكون على وقفات. الوقفة الأولى: العلماء كابراً عن كابر اعتنوا بفضائل هذا المسجد وصنفوا مصنفات خاصة بذكر فضائل مسجد قباء،
والمصنفات في ذكر فضل مسجد قباء هي على نوعين. النوع الأول مصنفات تضمنت ذكر مسجد قباء وبيان فضائله، وتضمنت كذلك ذكر غيره من المساجد، وهذا كثير وهو موجود في كتب السنن ودواوين السنة، فإنها ذكرت كثيرا من أخبار هذا المسجد وفضائله ومآثره. نجد هذا في الصحيحين وفي كتب السنن والمسانيد وغير ذلك، وكذلك أيضا كتب التاريخ الخاصة، كتب التاريخ الخاصة وهي التي تعنى بتاريخ المدن وتذكر خصائص المدن وفضائلها، وأعني بذلك الكتب المصنفة في فضل وتاريخ المدينة النبوية ككتاب عمر بن شبه أخبار المدينة النبوية، وكتاب الدرة الثمينة في فضائل المدينة لابن النجار، ومن أوسع هذه الكتب كتاب العلامة السمهودي رحمه الله وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، فقد توسع في ذلك وبين وجمع فأوعى، ثم لخص كتابه هذا في كتاب مختصر سماه خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى. هذا النوع الأول. والنوع الثاني كتب خاصة في فضل قباء، فمن أوائل من صنف في ذكر فضل مسجد قباء الحافظ عبد الصمد ابن عبد الوهاب ابن عساكر المتوفى سنة 686 من الهجرة، من علماء القرن السابع الهجري، ذكر في كتابه إتحاف الزائر وإطراف المقيم، ذكر أن له كتابا وجزءا في فضل مسجد قباء، لكن هذا الجزء أو الكتاب لا يعلم عنه شيء حتى اليوم. ثم نجد في القرن السابع أو القرن الثامن الهجري العلامة عبد العزيز بن جماعة رحمه الله المتوفى سنة 767 من الهجرة، من علماء القرن الثامن، ألف كتابا كذلك في فضل مسجد قباء، ثم بعد ذلك تبعهم أبو الوليد الكازروني وهو أديب، ألف كتابا في فضل مسجد قباء وهو من علماء القرن التاسع الهجري، متوفى سنة 887 من الهجرة رحمه الله، له كتاب سماه الحدائق الغوالي في فضل قباء والعوالي، وقد طبع. وكذلك أيضا بعده ألف كذلك أيضا بعض العلماء من علماء القرن العاشر، وهو من علماء القرن العاشر، ألف كتابا سماه جواهر الأنباء في فضل مسجد قباء، وهو العلامة أحمد الوصابي التميمي من علماء القرن العاشر، جواهر الأنباء في فضل مسجد قباء، ولكنه أيضا مفقود لم يطبع حتى الآن. ثم تبعه بعد ذلك العلامة وهو من علماء مكة ابن علان، العلامة ابن علان المكي الصديقي من علماء القرن الحادي عشر المتوفى سنة 1057 من الهجرة، ألف كتابا لخص فيه كتاب الوصابي فسماه حسن النبأ في فضل مسجد قباء، ثم ألف كتابا آخر سماه زهر الربا في فضل مسجد قباء،
والكتاب الأول مطبوع وله طبعتان. وهكذا تتابع العلماء في التصنيف في فضل هذا المسجد. الوقفة الثانية قباء، مصدر للفعل قبوا، يقبو بمعنى جمع وضم، والقبو هو الجمع والضم كما ذكر ذلك ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، الجمع والضم، فقباء بمعنى الجمع والضم. وأصل هذه التسمية قباء ذكر بعض الإخباريين وغيرهم ذكروا بأن أصل التسمية أنه كانت هناك بئر في هذه المنطقة تتابع الناس حولها وانضموا إليها فسميت المنطقة قباء، وهذه المنطقة كان يسكنها بنو عمر ابن عوف الأنصاريين من الأوس، كان يسكن هذه المنطقة. وقباء هي هذه المنطقة المعروفة اليوم، والمسجد هو هذا المسجد، ويبعد عن المسجد النبوي كما ذكر العلماء قديما أنه يبعد فرسخا، والفرسخ 3 أميال وقيل ميلين، وقدرت ثلاثة أميال بخمس كيلومترات، ومن قال بأنها ميلين قدرت بثلاثة كيلومترات ونصف. الوقفة الثالثة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيسه لهذا المسجد، ذكر جمهور المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم قباء في 12 يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وكان له من العمر 53 عاما صلى الله عليه وسلم، فنزل في قباء. وأول ما نزل في قباء نزل على دار كلثوم بن الهدم، نزل في داره وهو من كبراء الأنصار من الأوس رضي الله عنه، فنزل في داره ابتداء. كم مكث فيها في قباء عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلف العلماء في ذلك، فقالوا إنه مكث في قباء، منهم من يقول 4 أيام، ومنهم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 14 ليلة، ومنهم من يقول حددها بأن 14 ليلة، ومنهم من قال بأنه مكث 40 ليلة، والصحيح الذي دل عليه الدليل كما في صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبير قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم في عند بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وفي رواية أنس في الصحيحين مكث النبي صلى الله نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في علو عند بني عمرو بن عوف ومكث 14 ليلة، وهذا هو الصحيح والحديث في الصحيحين. فمكوثه وبقاؤه في قباء كان لمدة 14 ليلة، وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو تأسيس هذا المسجد، أسس هذا المسجد فقام ببنائه، فأخذ دار كلثوم بن الهدم وكانت مربدا، أخذ أرضا لكلثوم بن ليس داره أخذ أرضا له كانت مربدا، يعني موضع يربط فيه الإبل والغنم، وبنى وأسس مسجده. وفي حديث الشموس بنت النعمان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده فحمل صخرة عليه الصلاة والسلام،
ووضعها على صدره. ثم جاء بعض الصحابة أرادوا أن يساعدوا فقال هات غيرها، خذ غيرها، فوضعها في القبلة. ثم جاء أبو بكر ووضع صخرة أخرى، ثم جاء عمر ووضع صخرة أخرى، وتتابع الصحابة في بناء وتأسيس هذا المسجد. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم والترمذي وغيرهما، وحديث الشموس أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وقال عنه الهيثمي رواته ثقات. الوقفة التي تليها مسجد قباء له عدة أسماء، من أشهرها مسجد قباء، وقد دلت عليه الأدلة، منها حديث سهل بن حنيف الذي أخرجه ابن ماجه وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد مسجد قباء. فهنا وردت تسمية صريحة في هذه الرواية، وسيأتي معنى الحديث في فضل مسجد قباء. ويطلق عليه على المسجد قباء بدون ذكر المسجد، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال لما نزل تحويل القبلة مر رجل على أهل قباء وهم يصلون صلاة الصبح، قال مر رجل على قباء هكذا، وأخبرهم بتحويل القبلة، والحديث في الصحيحين. وهناك حديث أخرى كثيرة. ويسمى كذلك مسجد بني عمرو بن عوف، كما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويسمى كذلك مسجد التقوى، كما في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وسيأتي الخلاف في المقصود بالمسجد ما هو. وجاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال انطلقت أنا وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب، فلم نجد يعني لحقوا النبي عليه الصلاة والسلام عند قدومه قباء، فوجدوه قد غادر المكان فلم نجده، قال فقلنا قال فانطلقنا إلى المسجد الذي أسس على التقوى. مسجد التقوى هذا من أسمائه، وبعضهم يسميه مسجد القبلتين لأن القبلة حولت فيه كما في الصحيحين، لكن هذه التسمية غير شائعة لأن القبلة حولت في ثلاثة مساجد: مسجد بني سلمة، وكذلك حولت في مسجد بني حارثة. مسجد بني سلمة كان ظهرا، ومسجد بني حارثة كان عصرا، وفي قباء كان في صلاة الصبح كما ثبت في الصحيح. هذه بعض الأسماء المتعلقة بمسجد قباء. من فضائل هذا المسجد، ننتقل الآن للحديث عن الفضائل. من فضائله أنه أول مسجد أسس في الإسلام، وقد ذكر السهيل